الثمن واخا ما تحدوش الدوله راه غالي بالسوق يحدد الثمن. خوتنا اللي معنا اللي كيصوروا تما الصحافه حاضره حتى هي. مناش كتبدا هنايا؟ ما كنحسبوا لهم لا فلوس العلف الاول. لا فلوس العلف؟ لا. لا والو ما كنحسبوش. من دابا بالنسبه للعلف شي عندك الذرة الذرة والشعير والشمندر والفصة. الذرة والشعير والشمندر. هذا بشحال مشى الكيلو؟ هذا بشحال الكيلو؟ هذا 48 هذا 50. هنا كاينه سنه العيب والثنيه. السلام عليكم الخوت، تحياتي للجميع. كيف ديما فيديو جديد الله يبارك. اليوم متواجدين مع واحد الصديق ديالنا في الضيعة المرضي. السلام عليكم، كي داير؟ بخير؟ مزيان سامارش، الله يحفظك. الضيعة ديال المرضي هذه ياك؟ في ولاد زيان. اهلا في ولاد زيان. ولاد زيان الله يبارك. المدينة والضروة كاين واحد الطريق فيها خويا بدا بالحمد الله. عندكم البرقي والسردي و جميع الاحجام. جميع الاحجام الله يبارك. الكيلو ياك؟ الكيلو هادو ياك؟ الكيلو الله يحفظك. 40 كيلو حتى 100 كيلو. حتى 100 كيلو الله يبارك. سير على بركة الله. يعني أكثر من 100 كيلو. أكثر من 100 سير على الله. بالنسبة لهذا المويل ولا الكبير؟ هذا غليظ، هذا غليظ. هذا الشيء الغليظ. هذا تقريبا شحال من الكيلو؟ هذا غادي من 90 كيلو الفوق. هذا شحال الكيلو هنايا؟ ها؟ الكيلو بشحال؟ هذه يا خويا ديالنا مبيوعة. هذه وزنها ب 68 درهم. 68 درهم الكيلو. دابا راه كاين شي سلعه كنبيعوها ب 69. واش قدها ولا بحال هكا؟ قدها ولا قل منها ب 69 دابا اللي كاينه. الله يبارك. 69 درهم. بالنسبه لهذا شحال تقريبا يكون فيه من الكيلو؟ شحال اخويا في ال 100 كاينه. ال 100 كاينه. ربما يقدر ما يبانش في التليفون ولكن انتم راه كتشوفوا الحول. تبارك الله الله يبارك. تقريبا كيلو فيت ال 100 ياك. الثمن الثمن ديال الكيلو ديال السردين 850 68 68 كيلو 68 درهم. الله 68 كاين دابا 69 اللي كاينه باش كنبيعو 69 زاد درهم لان السلعه بحنا وزنا شي سلعه اخرى. والثمن غيبقى في 69 ولا يقدر يتزاد ولا غيبقى هو هو؟ ما نقدرش نقول لك على حساب السوق. الساعه 69 ما نزيدوش، ما نزيدوش على هذا الشيء. قول لي غتبقى دابا ما تقدرش تقول شي زياده 69 درهم ولا كيلو؟ تماما اللي جا وبغى شي حاجه راه 69 درهم. واش الثمن كتكون دايره الدوله ولا كيكون على حساب سميتو؟ هو الثمن واخا ما تحدوش الدوله راه غالي بالسوق كيحدد الثمن، السوق كيحدد الثمن. بالنسبه للمي شكون محدد الدوله؟ واش السيد كيشوف مثلا بلاصه اخرى كاينه 69 وانت غادي ليه 75 وغادي يشري عندك كيحدوا العرض والطلب ولكاعدين. بالنسبه لهادو الاثمنه المينيموم ديالهم شحال؟ هادو؟ اه هادو باش مشاو؟ المينيموم اخويا 5000 درهم المينيموم. 5000 تبارك الله الله يبارك. 100 كيلو الله يبارك. كما سمعتوا المينيموم هنا راه كاينه راه مشاو هادو تباعوا. الله يبارك. شد لنا شي حاجه اخرى نشوفها. كاينه شي سلعه جديده من غير هذه؟ لا جاي سلعه جديده ان شاء الله الرحمن الرحيم. هادو هادو تباعوا هادو مشاو قلت ياك، ولكن السلعه من غير هذه كاينه جايه ان شاء الله. جايه غايدير 69 كما سمعتوا. كاينه سلعه بحال هذه كما كتشوفوا راه كدير 69 الكيلو. الله يبارك. كل شيء كبير ياك كل شيء غلاد. اه هنا في السنه جديدين اثنين هنا اثنين اغلبيه اثنين هنا. راه قريبه قريبه كاينه شي نص ساعه تقريبا ما كما كاينه زياد وحال الناس يقولوا ما وجات وجات في الطريقه جات على الطريق جات على الطريق باش مزيانه وعاقل العربون وخلي الحوري ديال ما كياكل هنا تيجي وليد العيد وصافي. لان الحوري هنا يقدر يبقى حتى النهار العيد حتى اللي في العيد ماشي اليوم وغدا العيد بحال اليوم وغدا العيد. نشوفوا هذا الخير هذا الله يبارك. انتم كتشوفوا هادو راه كاملين تباعوا. كاينه سلعه جديده بحال هذه راه جايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. بحال هذه جايه اخرى مزيان مبروك عواشرك. شي كلمه طيبه للناس اللي كيتفرجوا فينا. كاين المليح ياك الله يبارك. المليح 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 يبارك. راه كاينه سلعه اخرى جايه بحال هذه جايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. خوتنا اللي معنا اللي كيصوروا تما الصحافه حاضره حتى هي. الله يبارك. قول لي كما قال لي الاخ ديالك السلعه اخرى جايه ياك؟ هذه مشات هذه تباعت الله يسخر الموالي. السلعه يلاه جايه في الطريق ان شاء الله.
السلعه اخرى بحالها ديك نفس نفس المستوى. الله يبارك. هذا راه 100 الفوق. 100 الفوق. 69 ياك الكيلو. 69 درهم. 69 هذا كيبقى حتى النهار العيد كما قال الصديق ديالنا. تبارك الله السلعه مليحه هذه. ما كنحسبوا لهم لا فلوس العلف الاول. لا فلوس العلف لا. لا الله يبارك. من دابا حتى الليله ديال العيد. ياخذ الحولي ديالو كيبقى يعلف حتى ليله العيد وكيجي يديه. كيجي يديه تبارك الله تبارك الله. هادو المرقد ديالهم. المرقد ديالهم اخويا بني مسكين هادو. بني مسكين. بني مسكين البروش. بني مسكين البروش. الله يبارك. الله يبارك. هادو كما قال لي كما قال لي اخوك المينيمو كاين المينيمو الصغير هنا بشحال مشى هنايا؟ الصغير هنايا كيدير 100 بحال هكا 100 كيلو 96 الله يبارك الله يبارك. المهم السلعه المهم السلعه العلف ديالهم السلعه نقيه السلعه نقيه. غادي تشوف العلف غادي تشوف حتى بالنسبه للعلف شي عندك الدرا الدرا والشعير والسمندر والفصه الدرا والشعير والسمندر كما كتشوفوش العلف ديالو الله يبارك. بالنسبه للعلف هنا شنو قلنا كاين؟ بالنسبه للعلف اخويا كاين الدرا والشعير والفصه. الله يبارك. هذا بشحال مشى الكيلو هذا بشحال الكيلو هذا؟ هذا 140 هذا 65 درهم 65 درهم الكيلو. الله يبارك. شحال نقي هذا حتى بعدا شحال دار هذا في الثمن؟ تبارك الله يسخر درهم الله يسخر المولاه الله يسخر المولاه تبارك الله. هذو هما لامويان الثانيين هما هذو لامويان الله يبارك الله يبارك الله يبارك. هذو شحال هما الكيلو ياك؟ شحال الكيلو هنايا؟ 65 تبارك الله. هما بالنسبة للصغار تا هما 65 70 درهم. لا هاد المولى ديال 100 شحال 69 قال 69 69 69 هادي اللي غتجي دابا 69 بين هادي راه تبيعات ب 160 هادو راه تباعو كما سمعتو. مناش كتبدا هنايا؟ من 70 حتى 90 الكيلو هنا 67 تبارك الله. البرقيه هادي ياك الله يبارك انتما كتشوفو كما سمعتو. هادو اللي هنايا هادو اللي هنا بحال بحال هادو شوما هادو مناش كيبداو؟ الله يبارك طيب. انا الصغار فيهم 36 35 كما كتشوفوا شحال جات هنايا 95 كيلو 67 95 الحساب ديال 67 الله يبارك. انا بالنسبه لهنا الصغير شحال يكون داير هنا الصغير في هادو؟ هنا يكون داير 70 كيلو ولا 68 70 68 تبارك الله تبارك الله. والصغير في هادو اللي هنا شحال يكون داير تقريبا هادي اللي هنا الصغير في هادو؟ 36 كيلو 35 40 بالنسبه لهادو 36 كيلو 35 40 الله يبارك. هنا كاينه كاينه سنان عيب وثنيه سنان عيب وثنيه بالنسبه لهادو الخوت هادو بالنسبه لهادو في الابتداء من 33 كيلو حتى ل 55 ديال 33 كيلو 33 مضروب في 67 67 كيلو كتعطينا 2211 ولا درنا ديال 55 نديرو ديال 55 نديرو ديال 55 شهر في شهر في 67 في 67 كتعطينا 3685 دونك هذا الكبير في هنايا الكبير فيهم داير 3685 هو اكبر واحد هنايا هو 95 وبالنسبه لهنايا اكبر واحد هنايا هو 95 95 كيلو غنضربوه ب 67 هذا مثال اللي بغى يعرف الاسئله ديالهم 3365 بالنسبه للكبير في هادو الله يبارك الله يسخر فيهم
عطينا بعض الاثمنه ديال هادو الكيلو، الله يسخر فيهم، الله يبارك، كير موجود، الله يبارك. هادو شنو المرقد؟ هادو المرقد ديالهم تم حديت ازرو قلموس، قلموس، الله يبارك. دراو شادو الياس شا كتقرب ليهم عاد الله يبارك. بالنسبه للخوت هذوك كما قلنا هذو راه الكيلو 67 درهم الكيلو، 67 الكيلو الله يبارك. هانتوما كتشوفوا المستوى ديالهم. هادو سنان الحليب ياك؟ كاين اثنين، كاين سنان الحليب ياك؟ كاين اثنين، كاين سنان الحليب.